بسم الله الرحمن الرحيم. يقال أن سيدنا موسى يقول يا رب لا أسألك عن أخي هارون، ويقول عيسى لا أسألك عن مريم أمي، ويقول إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني. كل خلاص سبحان الله العظيم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط، لأنه أراه الله النار من قبل، أراه ملك الموت من قبل، ثبته عسى أن يبعثك ربك مقام هذا والمقام المحمود، هذا الثابت الوحيد. كل شوف، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ودعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم، إلا سيدنا محمد يا رب أمتي يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هل هذا رسول يترك؟ لا والله. هل تترك سنته؟ لا والله. هل ننسى حقوقه علينا؟ لا والله. هل يعني ننسى أن نسير خلفه في صغير الأمر وكبير؟ لا يا أخي، أنا لو وصفت لك بيت روح يمين روح يسار تمشي على الهدي تصل للبيت اللي أنا وصفت، فما بالنا وقد وصف لنا طريق السعادة، طريق السعادة. صحيح. ولذلك يعني اعجبني من خير ما اعجبني ابن القيم لما سمى كتابه عن الجنه حال الارواح الى بلاد الافراح. طب اسم جميل، فالرسول هو حال الارواح الى بلاد الافراح عليه الصلاه والسلام. هو الذي اخذ بايدينا، فلماذا لا نتنكب الطريقه؟ هذا هو السؤال. نعم. ما الذي يعطلنا؟ ما حجتك؟ ما هو تعللنا؟ يا من اخرت الصلاه عن وقتها ليه؟ انت يا متمرد على الحجاب ليه؟ الفلسفة الكاذبة تضحكي على الشيخ عمر، اضحكي براحتك، تخدعه الشيخ فلان والشيخ اتخدع، انا اخد في عرضك اخد يا سيدي براحتي. ثم بعد فلابد هذه الحلقات تكون منبهة للأمة. انا اخاف ان ننتقل من هذه الدنيا وما خدمنا ديننا. لا اله الا الله. شيخنا نعم.